بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التضحية في عالم النمل. مثل ما تلاحظون جسر حي من صنع النمل يستخدمه في الحالات الطارئة ويتحمل الآلام لدرجة الموت في سبيل التعاون والتضحية لضمان بقاء المستعمرة. فماذا عنا نحن البشر؟ أليس الأولى بنا أن نقتدي بهذه المخلوقات ونقدم العون لمن يحتاجه؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سورة الحشر آية 9. والله أعلم.